بالترتيب العرض، انما هنستعرض الافلام اللي انتجت في 2018. فيلم البدله ده فيلم كوميدي نزل في شهر اغسطس اللي فات، تامر حسني واكرم حسني، وحقق ايرادات كبيره جدا. معلش ممكن نقول المؤلف والمخرج عشان الحاجات دي بتأزمني جدا. طبعا ايمن باجت قمر، والمخرج محمد جمال العدل. محمد العدل في فيلم الديزل كمان نزل. فيلم الديزل واحد من الافلام اللي كتبها بقى كذا واحد، مش مؤلف. لا مش عارف مين اول اللي كتبه، بس انا عارف الفيلم لان انا دخلت البدله وعجبني. وواحد من اكتر الافلام اللي عملت ايرادات على فكره في تاريخ السينما فيلم البدله. عمل ايرادات عاليه جدا. فيلم الديزل لمحمد رمضان، انا عرفت ان انتوا هتعملوا فيلم محمد رمضان الجاي العدل جروب. لا انا اللي بكتبه واخراج محمد جمال العدل، واسمه بطل عادي. محمد رمضان عادي؟ في حاجه غلط؟ لا لا، اصل محمد رمضان ايه، قلب الاسد نمبر 1 يعني، عارف الحاجات دي. البطل العادي هو الانسان المصري اللي مفترض ان هو بيعيش يومه وبيعلم ولاده وبيصرف بياخد فلوس قليله، لكن يواجه الحياه بكل كرامه وبكل قوه وبكل شرف عشان يبقى انسان شريف. فده بطل كل يوم بيحصل. جميع المصريين ابطال عاديين. فيلم الديزل فيلم من افلام الحركه والاكشن، وحقق ايرادات ملحوظه، وكان نزل في عيد الاضحى المبارك. فيلم حرب كرموز كان عمل ايرادات هائله.